بآي ويتنس اليوم معنا شاهد بكل معنى الكلمة على تطور قانون حقوق المقاعدين اللبنانيين يلي أو كمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة ضروري أن تؤمن من واجبات الدولة أن تأمنها، ولما بتأمنها وبيصير في قوانين بترعاها بنرجع بنقول أنه لازم يكون في ثقافة بهالإطار. القانون بيرعى ثقافة وهو يعني أساس لألا. عنا شاهدة على هالموضوع سيلفانا لئيس، أهلا وسهلا فيك سيلفانا ويعطيك العافية. الله يعافيك. سيلفانا لئيس رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين ومناضلة بحقوق الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة، شو ما كانت هالاحتياجات الخاصة، ما قضيت بس على المقعدين، ولكن نحن لليوم اليوم كنت عم تقيل إنه 15 سنة مرقت على قانون بيحمي حقوق الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة، ولليوم ما بعرف قديه التطبيق جدي، خبرينا شوي. من 15 سنة كان واقع الأشخاص المعوقين كتير صعب، كان في سياسة عزل وسياسة وصاية وسياسة شفقة وإحسان لهالفئة من المجتمع اللي هي من المواطنين، ولهيدا الوضع ولهالأسباب انعمل قانون يلي كان كتير واضح بأسبابه الموجبة إنه وظيفة هيدا القانون لحقوق الأشخاص المعوقين إنه ينقل الأشخاص المعوقين من حالة الارتكاز على التهميش والعزل والإحسان للارتكاز على الحقوق والمشاركة الكاملة والاعتراف فينا كمواطنين. القانون صار له 15 سنة صدر. هيدا القانون بيتكون من 100 بندان، واضح كتير فيه إنه الحق بالبيئة المؤهلة، الحق بالعمل، تعويض البطالة بالعمل، يعني في كوتا 3% من الوظائف تحجز بالقطاعين العام والخاص بكل مؤسسة بكل المجالات، وحكي كمان القانون عن الحق بالتعليم، الحق بالترفيه، بالرياضة، بالتربية، بالنقل والسكن المؤهل، بالضرائب، بتخفيض الضريبة ببعض المطارح، كمان القيادة السواقة، لأنه حتى كنا ممنوعين أنه نحصل على دفتر سواقة مثلا. ونقول الحق بكل هالمجالات، يعني هو تسهيل الوصول لكل هالأمور. نعم، وبتلا بتعرفي يعني الألفين كانت يعني نحن بعدنا عم نطلع من الحرب يلي كمان سببت كتير من أشخاص عندهم إعاقة وسببت أضرار كتير كبيرة لأهالي الأشخاص المعوقين، والفقر كان عم بيطال هالفئة أكتر شيء لأنه كنا مبعدين عن العمل، مبعدين عن أنه نفوت على المدرسة، بالوقت المصاريف أكتر بكتير من غير بالزبط. أشخاص. فقلنا أوكي، إذا إجا قانون بيتغير الواقع. إجا هيدا القانون وعملنا نحن جمعيات الأشخاص المعوقين من وقتها لليوم، يعني 15 سنة، كتير دعم وكتير شغل توعية، دعم تقني، بدرنا لنساهم بتطوير مراسيم، بتطوير سياسات، عملنا الشغل يلي لازم الدولة تعمله. نعم. نحن وغيرنا من الجمعيات وهالالتزام، يعني أنا من 15 سنة لليوم سنة. أنا عم شوفك من 15 سنة لليوم وعم بتكوني عندك هالالتزام. طلعنا سوا من 15 سنة وبعدها بعدنا عم نطلع أو عم نحكي عن هالموضوع، وأوقات كتير بحس أنه كأنه تقدمت الأشياء خطوة لقدام، بعدنا على أرض الواقع ما منحس أنه هالقد تقدمت. هلأ أكيد في تقدم، بس هيدا التقدم منه على قد المرتجى ومنه بالحجم المشاكل اللي منواجهها. طبعا في تقدم بس مش مثل المطلوب. نعم. وإذا جينا عملنا مقارنة ما بين شو إنجازات اللي عملوها جمعيات الإعاقة والمؤسسات وشو الدولة عملت، ما فيك تقارني. يعني في فضيحة بكيف عم نتعاطى مع القوانين. في يعني لو في قانون عن جد كان في كتير ناس لازم تكون يوم عم تتعرض للمساءلة والمحاسبة من المسؤولين نفسهم. حقيقة عم تعملوا شغل كتير حلو، بنعرف انه التجاوب منه على قد الشغل اللي عم ينعمل، من ضمن الشغل اللي عم ينعمل هو سبوتس بيمرقوا على شاشات التلفزيون، خلينا نشوف واحد منهم. رسم دور سوا بالمدرسة، سوا بالعمل، مرأة ورجال بدون تمييز، وكلنا منكبر فضمان الشيخوخة حاجة،
نحو البيئة الدنجي. تطبيق القانون 220 على 2000 لحقوق المعوقين. شو هو هالقانون 220 على 2000 يلي هالقد في صعوبة لتحقيقه؟ هل هو مدروس بشكل انه بالعكس اذا تحقق وطبق انه يكون بالعكس عم يساعد الدولة على العناية بهالاشخاص يلي هن عددهم ونسبتهم كبيرة بلبنان؟ شوفي، في نظرتين بالحياة لما بيحكوا عن الاشخاص المعوقين. في شيء بنسميه النموذج الطبي، هذا الشيء اللي كان قائم قبل ما يجي القانون، يعني منطلع بس بالشخص المعوق ومنشوف إذا بده حكيم بده تأهيل، يعني المشكلة منشوفها بالشخص نفسه، ما منطلع بالمحيط، ما منطلع بأي مطرح تاني، ومنضل نصلح بهيدا الشخص لا يزبط. إذا زبط منفوته بالكادر، ما زبط ما بفوت على الكادر. وهيدي نظرة خاطئة، هيدي اللي ترجمت بسياسة العزل، مؤسسات خاصة، مدارس خاصة، مشاغل محمية خاصة، يعني عزل لدرجة إنه المجتمع يعني تعود يشوف الصورة والمشهد من دون الأشخاص المعوقين. في النموذج الاجتماعي يلي هو بيقول إنه المشكلة مش بالشخص المعوق، بيقول النموذج الاجتماعي إنه المجتمع بيتكون من التنوع البشري، وكل هيدا التنوع لازم نعكس احتياجاته بالتصميم. ومنشوف انه الحواجز والعوائق والإعاقة الحقيقية والفعلية هي موضوعية مش ذاتية، مش بالشخص نفسه. فالمشكلة هون انه نحن اللي عم يعني منطرح انه لازم يكون في مراجعة على السياسات لحتى يعاد صياغتها بطريقة تحسب حساب الكل. وبعطي مثل بالمدرسة مثلا، لازم يكون في مدرسة، نحن بنسمع كتير شيء اسمه التعليم للجميع. التعليم للجميع شو بيعني؟ بيعني انك تنطلقي من الارتكاز على الطفل، وبعدين تعملي كل النظام وكل المنهج استنادا لإله. اليوم نحن ما عم نمارس هيدا الشيء بالمدرسة. اليوم بيروح حدا عنده إعاقة بده يتسجل بالمدرسة، بيقولوا له منعتذر منك، في كم مدرسة بلبنان نقدر نستقبل فيهم بعد هالخمستاشر سنة؟ واللي هن ما بينعدوا يمكن 6 مدارس، وهودي بفضل المجتمع المدني، لأنه هن عم بيروحوا على وزارة التربية يعملوا المشاريع، وبس يفلوا هالجمعيات كأن شيئا لم يكن. ترجع القصة لورا، ما بعرف ليه لما بتوصل القصة لعنا ببطل فيه هالإلزامية بدفع النفقات وتحمل المسؤوليات، فبصير يعتبر إنه إضافة على الجهاز التعليمي تخصصات إضافية كأنه هدر أو بزخ يعني. وهيك فكل شيء بده، يعني أي قانون تعمليه لما بدك تطبقيه بده إجراءات جديدة، بده تعليمات، بده يمكن آليات عمل، بده مصاري. ف بتذكر مرة عملنا دراسة لكل مدارس لبنان، عملنا مسح لكل المدارس وطلعنا المعايير يلي بتقول إذا هاي المدارس مجهزة أو لا. طلع من أصل 1600 مدرسة في 6 مدارس بس فيهم المواصفات. تصوري، أوكي، عملنا لهم الدراسة الاقتصادية والدراسة الفنية وقدمناها لوزارة التربية، وقلنا لها تفضلي هي خطة ل 12 سنة، فيكي خلال 12 سنة تدريجيا بدون ما تتأثر الميزانية عندك، كانت وقتها بتعمل 0.8% من ميزانية وزارة التربية، وإذا بتحسبيها عدد الطلاب بوقتها بيطلع 160 ليرة على الطالب يومية. كتير عطونا وعود وكتير برمنا مثل اليويو لعبونا، وآخر شيء ما في شيء صار. بعدنا لليوم مننطر إذا إجت منحة من برا عبر شيء منظمة بيعملوا. فبعده لليوم ما في فرص للأشخاص المعوقين يفوتوا على المدرسة، يعني فما بقدر أقول لك البيئة بقى مش موجودة. فإذا بدي جاوبك لا، أنا بعتبرها عدم مسؤولية، في فشل كتير كبير بالإدارة العامة، لأنه اللي ما بيقدر ما بيكفي أنا تعطيني أعذار وتقولي لي لهالسبب أو لهداك ما قدرنا عملنا. حتى في عندك نواب ووزراء لليوم بيقولوا لنا ما بنعرف في هيدا القانون، أو يي ما كنا عارفين.
للي مش عارفين هالقانون، كنت عم تقولي كمان قبل شوي عم بسألك يعني قد ايه يعني مين هن الوزارات يلي لازم تكون عم تعتني فيكم، لهي انه كل الوزارات لانه القانون فيه اكثر من نحن مواطنين وعندنا مصلحه بكل شيء، بكل شيء يعني كل شيء بيعنينا، ما في شيء بس هيك خاص لنا يعني نحن كل الناس. اذا اليوم تجي بتطلعي اي انسان مع تقدم العمر بيتعرض لنوع من الإعاقة، ممكن تكون سمعية حركية بصرية وغيرها. فنحن عم يعني إذا حسبنا حساب الأشخاص المعوقين بنكون عم نعمل مجتمع أفضل وللكل واقتصاديا أربح، لأن أنا لما بقدر أتنقل باستقلالية يعني في أشتغل يعني ما عم عطل غيري معي، بس لما ما في أتنقل لحالي أنا عبء اقتصادي ومش منتج بكون. فلا يعني حسب عدد الأشخاص المعوقين اليوم تلت الدخل القومي إذا نحنا فتحت قدامنا بواب العمل بيضيف، يعني نحنا قوة شرائية لما منكون منتجين، بس كمان حقنا نعيش مثلنا مثل غيرنا، احنا مش عم نطلب يعني اذا بتكون تحسبوها حسابات انتو ربحانين هي. واذا يعني بتكون الحقيقه نحن قلنا حقوق مثل الاخرين يعني الاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصه شو ما كانت هالاحتياجات عندهم حقوق مثلهم مثل الاخرين، غير انه في كثير من الاحتياجات الخاصه يعني هي كحاجه ما بتعوق ابدا لا بالعمل ولا بالانتاج تمام. ولا باي شيء ثاني، ولا هي بحاجه ابدا لا لمدارس خاصه ولا لشيء يعني بسيطه هالقد. يعني من ضمنها مثلا بالقسم الرابع من القانون البيئة المؤهلة والسكن، كان مفترض حسب هاي القانون انه خلال 6 سنين من صدوره تكون كل لبنان ازيلت منه العوائق الهندسية والبيئية والتكنولوجية لحتى يصير بدون عوائق. اليوم كل العالم سبقنا بهاي الخطوات، لبنان حتى المراسيم ما استكملت لليوم، ما عملوا المواصفات كيف الأرصفة لازم تكون، بعدنا لليوم بندفع انا يعني بالشهر كذا زبط بدفع على موقف السياره، مع انه بالقانون بيقولوا انه اي حدا عنده اعاقه في صف 50 متر قريب من المكان اللي قاصده شرط ما يعرض حدا للسلامه العامه. لليوم هيدا القانون ما تطبق، ما انعمل تجهيز للبيئه، وهلا لما بفضل جهد اتحاد المقاعدين وكثير من الجمعيات نعمل مرسوم لقانون البناء الجديد، يوم عم بيحاولوا يرجعوا يعطلوا حتى هذا المرسوم. موضوع اكيد طويل سيلفانا، شكرا لوجودك معنا اليوم سيلفانا اللقيس، اكيد عندكم تحركات اكيد قريبه ورح نبقى كمان نتابعها. بس اذا بتسمحي لي كلمه اخيره، اليوم عم بيحضروا للميزانيه تبع الدوله، مش منطق ولا مسموح ما نشوف بنود مخصصة لتطبيق هيدا القانون، ومش منطق ما نسمع صوت مسؤول يرد علينا، نحن نزلنا على الساحات تحركنا كتير رفعنا الصوت ما حدا رد، ما بعرف شو عم بيصير بالوقت يعني اللي مندعي الحضارة يعني أو بيكونوا مسؤولين وبيديروا شؤون ومصالح المواطنين أو يتركوا المكان ويتركوا غيرهم اللي بيعرف ياخذ المسؤولية. أهلا وسهلا فيك، نتمنى الصوت يوصل وأكيد نحن معكم ومنتابع معكم. هلا وقفي ونرجع نتابع لايف، خليكم معنا.